والحديث عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. و يعني الحملة دي يمكن في كثير من الناس بالنسبة لهم هي مألوفة، بصمات واضحة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وأسبابها واللي قامت به وتوجدت به والحملة والأهداف تحديدا. لما نتكلم عن العنف المبني على النوع الاجتماعي هنتكلم بتفاصيل أكثر عن الموضوع ده مع ضيفتي داخل الاستوديو الأستاذة علوية حمدي، هي منسق حملة 16 يوم منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وتحت الهواء. لما قلت لها كيفك يا أستاذة قالت لينا ما أستاذة علوية بس. علوية صباح الخير. أهلا صباح النور وصباح الخير على كل المستمعين ومشاهدين سوداني 24، وسعيدة إني أكون معكم في صباحات سودانية عن موضوع لذيذ شديد. كيف الأحوال؟ كيف أصبحت؟ الحمد لله. أنتوا كيف؟ الحمد لله. بداية خلينا نتكلم عن المصطلح بتاع العنف المبني على النوع الاجتماعي، يعني شنو؟ طيب العنف، العنف بتترت وبتتشكل أشكاله بطرق كثيرة شديد. في عنف اللي هو العنف اللي بنمر به، يعني مو إذا كان عنف نفسي أو جسدي أو عنف لفظي ناتج من ترسبات عموما ولا كلمات إحنا بنستخدمها تجاه بعض. النوع الاجتماعي بنقصد به والفئة النوعية، يعني إذا كان ذكور أو إناث. فالعنف المبني على النوع الاجتماعي ده العنف اللي بترتب على الطرفين إذا كان أولاد أو بنات. نعم. طيب جميل. السبب الأساسي وراء قيام المبادرة أو الحملة، حملة 16 يوم. حملة 16 يوم هي حملة عالمية وبتشتغل، يعني العالم كله بيحتفل بها في نفس المواعيد دي من يوم 25/11 لحد 10/12 اللي هو 25/11 ده اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد الفتيات، و10/12 ده اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فهي 16 يوم في نصها في أيام عالمية كثيرة شديد. الليلة اليوم العالمي للمتطوعين، فكل سنة مثلا. وكل المتطوعين يعني بخير أكيد. وأيوة ف16 يوم من الفعاليات. طيب الرقم 16 ده، يعني 16 يوم دي لسبب معين كده ولا هي بس لانها صادفت الايام دي عشان كده؟ ايوه كدا. ومصادف معاه في زي ما قلت لك ايام كثيره من يوم 25 لحد 26. في الغالب المؤسسات بتشتغل الحمله دي لكن بتحتفل بها بيوم واحد او يومين او كده، لكن احنا قررنا انه نشتغل بال 16 يوم كلها نسبة لأنه عندنا عدد كبير شديد من الشركة في الحملة. 16 يوم دي جات صدفة يعني بس؟ لا هو 16 يوم. 16 طيب. يوم رقم. طيب كويس. نوع التأثير الممكن يحصل من خلال العنف، نحن نتكلمنا إذا يعني مبني على النوع الاجتماعي إذا كان ذكور أو إناث. أوكي. طيب إذا جينا مثلا نتكلم عن العنف الأسري وهو واحد من أشكال العنف، يعني بتندرج جواه أسباب كثيرة شديد وترسبات كثيرة شديد وتأثيرات. في العنف الأسري ممكن يكون في تأثير لفظي بطريقة غير مقصودة من الوالدين للأطفال أو من الأطفال هم ذاتهم أو الأخوان تجاه بعض، وبعد ذلك الحاجة دي بتتطور إذا ما تمت يعني الوعي لها أو إدراكها بصورة سريعة، بتتعمل ترسبات كثيرة شديد. الترسبات دي ممكن تؤدي يعني تصل لحالات كثيرة وصعبة شديدة اللي هي فيها انتحارات، ممكن تكون بتؤدي للقتل بصورة يعني بشعة شديد، ودي أقصى أو أبعد المراحل. في البداية بيكون في أبعاد نفسية وده عنف نفسي ذاته بيكون ناتج من العنف الأسري والاقتصادي والجسدي وكلهم. فعموما العنف بكل أشكاله بتتأثر، يعني بتتأثر عليه بتأثر به كل المجتمع بأشكال مختلفة برضو. طيب كيف الحملة بتدعم المتأثرين؟ طيب الحملة زي ما قلت لك هي 16 يوم. المتأثرين ممكن يكونوا برضو المتأثرين هم بالنزوح بالهجرة، إحنا ذاتنا ممكن نكون متأثرين من الأوضاع عموماً اللي بنمر بها اليومية والتفاصيل اليومية والضغط، والفقر في حد ذاته هو واحد أكيد من العوامل. أكيد يس أكيد. فبيكون في جلسات بتاع الدعم النفسي ممتدة طوال فترة الحملة، وبعد ذاك يعني في جزء من الشركة دي الأنشطة بتاعتهم أساساً هي الدعم النفسي للمتأثرين والناجين من العنف. طيب انتوا اخترتوا اللون البرتقالي للحمله كده، مدلولات اللون ده شنو؟ اللون البرتقالي هو برضه لون الحمله العالمي، لكن عشان هو لون اكثر اشراق ولون بيتضامن به والعالم كله عشان يعبر او يناهض العنف المبني على النوع تحديدا. يعني عالميا ذاته تم اختيار اللون ده حتى عالميا يس، ويستخدم في البنرات يعني والبوسترات حتى الانشطه اللي برضه بتنفذ لازم يكون السين بتاعها برتقالي، عشان كده أنا جاية لأصلها اللي جايته وكذا بالبرتقالي. البرتقالي واضح جدا في التعطيف. يعني فكرة العنف المبني على النوع تأثيره في المجتمع، تعني نحن نتكلم عن تأثير على المستوى الشخصي، تأثيره في المجتمع. تأثيره في المجتمع إذا كان مثلا تأثير أو عنف
الاقتصادي مثلا تأثيره على المجتمع، أول حاجة بيبدأ من الإنسان ذاته، إذا كان هو شغال في وظيفة بيبدأ أداؤه يقل في المؤسسة مثلا معينة، ودي ما حاجة بتكون شخصية بالنسبة له، بيكون فيها أبعاد تانية. إذا كان أسري بعد ذاك بينتج منه برضو تفلتات أسرية، انتحار زي ما قلت لك، أو يعني أبعاد برضو كثيرة شديد. إذا كان عنف نفسي برضو بيدخل في حالات بتاعت اكتئاب. إذا ما برضو وعينا للأشكال بتاعت العنف دي بكل أشكالها، الحاجة دي حتكون أثرها بعيد، يعني بتبدأ بصورة شخصية لكن المدى بتاعها لكل أشكال العنف هو بعيد شديد وبأثر على المجتمع. طيب انتوا ال 16 يوم هي كلها حتكون مجموعة من الفعاليات، انتوا يعني ماخذين ال 16 يوم كلها كده، شكل الفعاليات حتكون خلال ال 16 يوم شنو؟ عندنا زيارات لدار العجزة والمسنات ودار الميقومة ومؤسسات ومدارس في المراحل الابتدائية ومراحل الثانوية، وبنتكلم فيها برضو أكثر عن الصحة الإنجابية، زواج القاصرات والختان، دي كلها قضايا بتترتب أو بترتب عليها التأثير بتاع العنف. عندنا برضو أنشطة رياضية، ماراثون في جامعة بحري كان في الأسبوع الفات، أمس كان عندنا مباراة ودية بتاعت كرة سلة، في عروض برضو بتاعت أفلام ومعارض بتاعت صور لمصورين أو مصورات هم بيشتغلوا بيصوروا صور لناجيات، وصور لتنوع السودانيات ذاتهم بكل أشكالهم في 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 السودان. في محاضرات وفي جلسات بتاعت تفريق نفسي ومساحات آمنة من مؤسسات برضو شريكة هي جزء من الحملة، بتوفر المساحات دي للناس إنها تكون زي الجروب سربي كده، ودي يعني كلنا محتاجين لها في الفترة الجاية أكيد. يعني فالأنشطة أكيد كثيرة. إحنا بنتمنى إن المشاهدين يتابعوا صفحتنا في فيسبوك، هي 16 يوم من الفعاليات وفيها كل الأنشطة بتاعتنا بتنزل أكيد. يعني يمكن أمس تحديدا في حلقة أمس من صباح السودان تكلمنا عن المساحة الآمنة وبتعني شنو، يعني يمكن يكون الناس بتابعوا حلقتين، والمساحة الآمنة هي إنه الشخص يكون قادر على إنه يظهر على طبيعته، يعني أيوة، من غير ما شخص يحكم عليك أو يعني نظرته تختلف كده، يعني المهم نوع الحكم على بعض. طيب ذكرت جزء من المناطق المستهدفة اللي انتو حتزوروها وحيكون فيها فعاليات، إذا اخترتوا المناطق دي لشنو؟ هل في مناطق إضافية تانية غير ذكرتيها؟ طيب الحملة أساساً بدأت في وقت ضيق شديد، يعني زي ما ذكرت إنه هي حملة عالمية، لكن التنسيق لها مع الشركة في الفترة الفاتت بدأت شهر 10 نهاية 10، وده وقت ضيق شديد، فقمنا استخدمنا المناطق الأساساً بيشتغلوا معاها الشركة. الشركة هم مؤسسات ومنظمات برضو بتشتغل في مناطق كثيرة في الخرطوم وفي الولايات، لكن بما إننا في الخرطوم فالمناطق المستهدفة هي المعسكرات في جبل أولية، دار السلام مثلاً، ومنطقة مايو والحاج يوسف وأمبدة، لأنه فيها عدد كبير شديد من النساء، والمعرفة مثلاً أو التوعية ما قاعد تصل للمناطق دي بصورة مستمرة. فاستهدفنا المناطق اللي بنشتغل عليها كشركة، وده المفهوم ذاته بتاع الشراكة، إنه نوحد الطاقات دي وإنه إحنا نشتغل مع بعض. فالمناطق زي ما ذكرتها الثلاثة مثلا البعيدة، وبعدين المدارس وكده، دي مناطق أساسا أوريدي بنشتغل معاها، والمساحات برضو بتاعت المؤسسات دي برضو مساحات بنعتبر آمنة وبنقدر نوفر فيها أنشطة، أو باعتبار إنها مكان للأنشطة بتاعت 16 يوم. جميل. طيب حملة 16 يوم هي تقام كل عام، السنة دي يعني أو أنا ما أعرف السنة فاتت كيف كان شكلها، لكن ليه التنسيق جاء متأخر السنة دي كده؟ هل في معيقات كانت؟ في أشياء كانت معيقة بالنسبة لكم في أنها هي يتم التنسيق لها من وقت مبكر؟ مبكر نعم. أوكي. لا يعني معيقات، ممكن هي المعيقات اللي بتتعلق بأنه هي المشاريع في المؤسسات بتبدأ من بداية السنة، وبداية السنة الأوضاع عموما ما كانت مرتبة، أو كل المؤسسات في الفترة الفاتت ما بتكون عارفة لحد نهاية السنة هي بتشتغل شنو. نعم. وأنا ذاتي جديدة في المؤسسة الشغالة فيها، لي 6 شهور لكن في المجال 6 سنين أو 5 سنين. فعشان كده بدينا الدعوة متأخر للمؤسسات، وبدت ما بالصدفة لكن يعني جزء من الشركة إحنا تلاقينا، فقلنا واي نوت إحنا نشتغل الحملة ونقوم يعني يكون المفهوم بتاع الشراكة هو المفهوم الطاقي، ونطلع منه الشعار بتاع الحملة إنه شركاء لإنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي. يا سلام. جزء من الفعاليات حيكون التفريغ النفسي بالموسيقى، مدى فاعلية الحاجة دي تحديدا كده إنه يكون في جلسات لتفريغ نفسي عن طريق الموسيقى؟
عموما الفنون بكل اشكالها من موسيقى بس هي بتفرق وفيها طاقات ضابطه شديد. نعم. اذا كان رسم ولا الالوان في الاستديو هسه من الصباح دي حاجه ضابطه. فالموسيقى تحديدا اذا استخدمنا دائره الطبول اللي هي في منظمه برضو شريكه معانا اسمها طبول النيل، هي بتوفر الجلسات دي للناجين ولينا احنا برضو كشركاء وللفئات المستهدفه. فجلسات التفريق بالطبول مجرد ما انت تستخدم الايقاع عادي بتحس كانه يعني في حاجه بتعملوا نشاطه في كل مكان بتمشوا تزوروه بانه ايوه في اي مكان بنمشي، يعني بتكون في سيشن عن الحمله توعيه وبعد ذاك بتاعت رعايه ذاتيه ودعم نفسي وبعدين نشاط مصاحب تجديد للحيويه كده بيجي اي طاقه يعني حيوية. وحتى عايزين يكون في حياه في الحمله اكثر من انه تكون الطاقة المضللة يقول الحبوبات تكون مسيطرة شوية تلطف الأجواء كده يعني محتاجين صراحة بما إنه نتكلم عن دعم نفسي محتاجين إنه الحاجة اللي بتتقدم تكون حساسة شديد للمشاعر، حساسة لكل الفئات ولكل المناطق اللي إحنا بنشتغل فيها. جميل. يعني عروية في رسالة حابة تقدميها في نهاية حوارنا ده؟ أنا سعيدة شديد أول حاجة بوجودي في صباحات سودانية المرة الثانية. يا سلام حبايبكم. وبوصل رسالة لكل المستمعين وكل المشاهدين بقول لهم يعني 16 يوم من الفعاليات خلونا نشوف فعالياتكم في كل المؤسسات عاملة كده. في السوشيال ميديا في صفحة في السوشيال ميديا يعني. يس في صفحة وفي نفس الوقت حابة أقول لهم إنه 16 يوم ما لازم تكون بنفس الطريقة اللي إحنا بنشتغل بها، أي مؤسسة أو أي فرد وعنده دور في المجتمع وممكن يكون جزء من ال 16 يوم بالطريقة اللي هو بحبها بالطريقة اللي بيقدر عليها. ممكن تكتب رسالة مثلا لزول رفيقك أو صديقك أو زميلك في المكتب فيها حاجة لطيفة شديد وتشاركيها، فده نوع من الدعم النفسي. ونتمنى انه العالم والسودان تحديدا يمر او ينجو من كل الطاقات الما لطيفه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب نتمنى ذلك والله، دي امنيات الجميع ان شاء الله وكل التوفيق في حلقه 16 يوم لمناهضه العنف المبني على النوع الاجتماعي. نشكرك جدا علوية حمدي منسق حمله 16 يوم منظمه السودان التنميه الاجتماعيه. صباح الخير عليك مره ثانيه. صباح النور. شكرا جزيلا. شكرا شديد. كنت سعيده.